السنة الفارطة الإخوان عشنا فضيحات الأبقار البرازيلية. السنة الفارطة استوردنا الأغنام للعيد الكبير. السنة الفارطة استوردنا الأغنام للعيد الكبير وقال وزير الفلاحة أنها أول وآخر سنة. لنكتشف على أن هذه السنة كذلك يتم استيراد اللحوم والأكباش ديال إسبانيا اللي ما كتعرفها واش أكباش أو لحشكم حيوان بلا قرون بلا مذاق ما تعرفوا واش شكون هذيك اللي كتخلف في الحيط هكا بحال حكاية الصلاه شنو كيسميها باش بوبريس ولا حولي ولا حشاكم ما عرفنا شنو داك الشيء اللي كيجيبو يوكلوا المغاربه كيما داك اللي جابوه من داك الابقار اللي خرجت في شارع محمد الخامس. هادشي كارثه الاخوان كارثه في ظل الملايير ديال الدولارات اللي خدات الوزاره باش تدعم الفلاحه وتحقق الاكتفاء الذاتي وبلاصه ما تمشي يعاونوا الكساب المغربي اما في الدعم ديال الاعلاف اولا في الدعم باش يربيو كيمشيو يستوردو من الخارج ويجيبوه يتنافس مع الكساب ديال المغرب بالاضافه الى الاشكاليه العظمى اللي هي الفوضى الجينيه. هاد الفوضى الجينيه اللي وقع الان التدمير ديال السلالات ديال الاغنام الاصيليه المغربيه ونخلطوها مع اغنام اخرى راه غتؤدي بنا الى الدمار الحقيقي.